كل من يقصد السليمانية لابد له أن يحظى بزيارة شارع سالم وسط المدينة، شارع لا يعرف النوم حيث الأنوار والموسيقى وأطراف الحديث التي تتجاذب بين المحبين والأصدقاء. تجد فيه الشباب والعوائل والسياح من كافة محافظات العراق. هنا منطقة سولكة التي تعتبر من الأماكن السياحية في مدينة السليمانية، يقع في شارع سالم المعروف. يتجمع الشباب والعوائل لقضاء أوقات سعيدة على ضوء الشموع والقهوة والمأكولات المتنوعة السريعة. نحن هنا نقدم خدماتنا من أنواع القهوة والشاي والمشروبات الباردة المختلفة. يزورنا الناس من كل أنحاء العراق وكذلك الأجانب، حيث يتميز المكان بتنوع الثقافات والبلدان. شارع سالم كمنطقة سياحية في محافظة السليمانية يمثل منطقة يعني مجيء الشباب والعوائل إلى هنا يوميا، يعني من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثانية ليلا. أغلبية العوائل تأتي هنا للمطاعم، والشباب مجيئهم يكون إلى الكافتريات الكوفيات، نراقيل ما نراقيل وهكذا. ما يميز شارع سهولكة بالكردي تناثر عربات بيع الطعام على جنباته، تباع فيه أطعمة مختلفة المناشئ منها البغدادية والموصلية والكردية وحتى الأكلات الشامية. تطلع ويا أصدقائك وتطلع ويا أصحابك، تطلع من المغرب بعد الشغل يعني يجون العالم يفطرون هنا أصدقاء، يجون يأكل. أكو أنواع أكل، فلافل، شاورما، همبرجر، يعني كل شيء أكل شيء تريد موجود هنا بشارع سالم. يعني فلافل سورية، خاص فلافل سورية ومكسيكي وساجيات وفاهيتا والشغلات، أكلات غربية بشكل عام يعني. والله هو بالاكلات مالته صراحه، شارع سالم بالسليمانيه معروفه بالاكلات، ومنطقه اكثر شيء شبابيه يعني. مثل هسه عندنا اربيل اسكان شبابيه، هنا همين سليمانيه شارع سالم منطقه شبابيه واكلات معروفه بالاكلات، ولحمه بعجين مثلا هسه هنا لحمه بعجين وبيتزا. المطعم الوحيد اللحم بعجين بالشارع سالم هو هنا لحم بعجين بيه. لحم بعجين هو على الطريقه الموصليه طبعا. اي ف يعني لحم عجين بالجبن اكو بالبيض عندنا، وعندنا شغلات يعني اكلات مصلاويه خاصه يعني هنا بسليمانيه ومرغوبه كلش. اهل سليمانيه هنا تعودوا عليها، تعودوا على الاكلات المصريه. بالبدايه ما كانوا يعرفون شنو لحم عجين، عندهم اكله واحده هو اللي اسمه كوليره بالقيمه، يصير ثخين. اللحم عجين مال سليمانيه يصير ثخينه، مو مثل هذا اللحم عجين مالتنا يصير خفيفه، فتعودوا اهل سليمانيه عليها. يعد شارع سالم من ابرز شوارع السليمانيه الرئيسيه، يربط ما بين مركز المدينة وأحيائها المتناثرة. يعد مركزا تجاريا وسياحيا مهما يقصده الجميع حتى الأجانب لتنوع الثقافات والأديان. ما يجذب الجميع للقدوم إلى شارع سالم أو سهولكة بالكردي هو أن هذا الشارع فيه جميع أنواع الطعام وكذلك المكانات الخاصة للترفيه للشباب وللعوائل. من السليمانية مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.